السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون، وتتابعونا في عناوينها. قادة إضراب عمال شركة سنيم يؤكدون في مؤتمر صحفي بالزوارات أن الإضراب لن ينتهي ما لم تحقق الشركة كامل مطالبهم. حراك المعلمين من أجل وطن يسع الجميع يدعو إلى الكف عن تسييس الحراك ويؤكد الطابع الاجتماعي والحقوقي لنضال الشريحة. وفي النشرة تتابعون أيضا البنوك الموريتانية تقدم في مجال انتشار المعاملات الإسلامية وتأخر على مستوى البنية القانونية. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. عقد قادة إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم في مدينة الزوارات مؤتمرا صحفيا للتعليق على تطورات الإضراب العمالي، واتهم العمال الشركة بعدم التعاطي بجدية مع مطالبهم التي سبق وأن التزمت بها، مؤكدين أن فض الإضراب لن يتم إلا بعد تلبية مطالبهم. وفي هذه المناسبة الآن حامل الإدارة وحدها المسؤولية، السلطات الإدارية مالي والحكومة تتحمل جزء كبير من المسؤولية. به اللي المؤسسة سنين ما هي أي مؤسسة. مؤسسة هي بمثابة خيمة للشعب الموريتاني كامل يعيش فيها جميع أصنافه. وهذه المدينة اللي هي مجسم صغير لموريتان. وبالتالي سنين بدأت بداية الإضراب تقول على أنها ما هي مستعدة على أنها حتى تستقبل أي شيء جاي من عند هذه الأشخاص اللي قيادة الإضراب. وأضاف العمال خلال المؤتمر الصحفي أن إدارة الشركة ليست وحدها من يتحمل المسؤولية عن تداعيات الإضراب. نحن كمناجم ما نعطوا الوقت ولا نعطوا الظروف بين اللي قضية طلب في وثيقة والوثيقة مجور فيها تاريخ. والتاريخ وحتى أنا جابرنا مع المدير العام جابنا معاه لاحظنا مع أن ياسر من الصبر وياسر من الشيء لاحظنا أن الإدارة ما هي مستجابة لنا. لا استقاع برد اعتبارنا كمناديب ولا قضية هذا الثاني قضية الوثيقة اللي عندنا معهم اللي شاركتنا معهم. التقى وزير الصيد والاقتصاد البحري ناني والشروق السفير الفرنسي بنواكشوط، وتركز الحديث وفق مصادر إخبارية على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصيد. ويأتي هذا اللقاء في ظل حراك دبلوماسي أوروبي شهدته نواكشوط في الآونة الأخيرة بهدف تجديد اتفاقية الصيد بين البلدين رغم تراجع الحديث عنها في الأسابيع الماضية. المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق التقرير التالي. تراجع الحديث بشأن موضوع اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بعد أن تصدرت اهتمام الرأي العام الموريتاني خلال الآونة الأخيرة، آونة عاشت خلالها الساحة الموريتانية على وقع الرد والرد الآخر بين الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز وبرلمان الاتحاد الأوروبي، حينما تحدث الأخير عن موضوع العبودية في موريتانيا، وعلق الرئيس على ذلك بالقول إن الأوروبيين لا يهتمون بموضوع العبودية بقدر ما يبحثون عن سمك. شيئا فشيئا بدأ الحديث عن تجديد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي يخفت، وتم تحديد الميزانية دون أن يتم التبويب فيها على مداخل الصيد من طرف الأوروبيين، وهي خطوة لم تكن معهودة في السنوات السابقة. لكن حراكا دبلوماسيا أوروبيا وموريتانيا شهدته نواكشوط وبعض العواصم الأوروبية حاول إرجاع بعض المياه إلى مجاريها، فتوصل الطرفان إلى تمديد الاتفاقية لمدة 4 أشهر بناء على اتفاق 2012. وفي انتظار حلول ذلك الموعد وضعت موريتانيا استراتيجيتها الخاصة بتطوير الصيد والاقتصاد البحري، وأجرت ملتقيات تشاورية بشأنها، وواصلت الدبلوماسية الأوروبية حراكها. حراك كان آخره لقاء جمع قبل يوم بين وزير الصيد الموريتاني ناني والشروقة والسفير الفرنسي بنواكشوط،
وإن كان عنوانها البارز تعزيز التعاون في مجال الصيد بين البلدين. فهل تتوصل موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى تجديد اتفاقية الصيد بينهما، أم أنهما يظلان حبيسي التأجيل في كل مرة؟ قالت مصادر إخبارية إن الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز رفض قرار تسريح عمال دكاكيني أمل الذي أبلغ به الوزير الأول وزارة التجارة التي أضحى تتولى الملف بعد أن كانت الوزارة الأولى هي المسؤولة عنه. يأتي ذلك في ظل احتجاجات متتالية ينظمها عشرات مسيري دكاكين أمل بن وكشوت للمطالبة بإبرام عقود معهم وتسديد رواتب أشهر يقولون إنها متأخرة. تفاصيلها فنتابعها في التقرير التالي. السلطات الموريتانية تتراجع عن تسريح عمال دكاكين أمل بعد أن أبلغ الوزير الأول يحيى الحدامين وزيرة التجارة بإنهاء عقودهم وفق ما ذكرت مصادر إخبارية. ذات المصادر قالت إن الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز أمر بالتراجع عن القرار وعدم إنهاء عقود هؤلاء، ويأتي هذا القرار وسط احتجاجات متتالية لعشرات مسيري دكاكين أمل على مستوى العاصمة نواكشوط، احتجاجات نظموها مرارا أمام القصر الرئاسي والوزارة الأولى للمطالبة بإبرام عقود معهم وتسديد ما قالوا إنها رواتب متأخرة لم يتقاضوها منذ أشهر. يرى العاملون بدكاكين أمل وهم في الغالب من حملة الشهادات العليا أنهم قدموا خدمة كبيرة للوطن بقبولهم مزاولة مهن قد لا تتناسب ومستواهم الأكاديمي، لكن صعوبة الظروف وقلة فرص العمل أجبرتهم على امتهان مثل هذه المهن التي قد يزاولها من ليست له أي كفاءة علمية، ويزيد من امتعاضهم أكثر حينما تتأخر الرواتب وتغيب العقود القانونية بالنسبة لبعضهم ويكون البعض الآخر عرضة لإنهاء عقده في أي لحظة. انتشرت خلال السنوات الأخيرة نوافذ المعاملات الإسلامية في البنوك، وتأسست مؤسسات مالية على أساس مراعاة المعاملات الصحيحة من وجهة النظر الفقهية، غير أن البنية القانونية لم تشهد لحد الساعة تحسنا يذكر لتأطير هذا الجانب وتقنينه طبقا لهذه الصياغة المالية. نتابع. التأسيس لنص قانوني جديد لتنظيم الصيرفة الإسلامية في موريتانيا موضوع نقاش قانوني تؤطره شخصيات ذات تجربة وخبرة في المجال الشرعي والمعاملات البنكية بتجربتيها التقليدية والإسلامية. البنوك الإسلامية التي تعرف انتشارا واسعا عبر القارات الخمس بدأت خدماتها في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة وشهدت إقبالا واسعا من الزبناء، خصوصا وأن البنوك الربوية في موريتانيا تواجه ضعف رغبة من متوسطي التجار الذين لا يرغبون في تلويث أموالهم بالمعاملات الربوية المعتمدة في البنوك. الملاحظة الثانية هو اللي يتعلق بمدى جدية المتعاملين في الصرف الإسلامية. هل البنوك الإسلامية إسلامية؟ أعتقد أن هذا السؤال أيضا يطرح إشكالا وهو وارد جدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن بلادنا هذه الجمهورية الإسلامية من أوائل الدول التي عرفت الصرف الإسلامية في منطقة إفريقيا من خلال بنك البركة الإسلامي، وتعرفون للأسف الشديد ما آلت إليه تلك التجربة وما ألحقته بنا كمواطنين وكدولة من سمعة سيئة للأسف الشديد نتعرض لها عندما نشارك في مؤتمرات دولية، ويقال إن الحرة لا يبدأ من جحر مرتين، فلا ينبغي أن تتكرر هذه التجربة من جديد، خصوصا أنه كما لاحظ الدكتور الأستاذ أحمد أن الصرف الإسلامية بدأت تعرف نموا كبيرا جدا ابتداء عام 2011، وبالتالي كان من المفروض أن يكون هذا النمو مؤطرا وأن تسبقه الضوابط والإجراءات الضرورية التي تمنع العودة إلى نفس المربع الأول. الدارسون يعتبرون أن الحاجة قائمة لإعادة صياغة قانون جديد للمعاملات البنكية الإسلامية في موريتانيا حتى يواكب التشريع القانوني حالة التطور والانتشار التي تعرفها أقسام المعاملات الإسلامية في البنوك والمؤسسات المالية الوطنية. إذا نظرنا إلى القوانين الضابطة والمنظمة لعمل المصارف الإسلامية الآن فإن هذه المصارف تنظم بالأمر القانوني رقم 02/2007 وقد ركز هذا القانون على تنظيم مؤسسات القرض من الناحية البنيوية أو المؤسسية، فكان شبيها بالأنظمة الأساسية، وفي الفصل الذي تحدث فيه هذا القانون عن الممنوعات لم يتطرق إلى الفائدة أو يمنعها أو يحد منها، بل إنه تحدث في المادة 57 عن تطبيق أسعار الفائدة. والنظام الأساسي اللي هو القانون الثاني المنظم للمصارف الإسلامية هو النظام الأساسي للبنك المركزي،
والذي البنك المركزي يهدي في استقرار النظام المالي والإسهام في تنفيذ السياسات العامة التي تحددها الدولة. ونص النظام الأساسي للبنك المركزي على أن من العمليات التي يقوم بها إجراء عمليات على أدوات وعلى نسب الفائدة. غموض الرؤية فيما يتعلق بالمعاملات البنكية الإسلامية ظل دائما هو العائق الأكبر أمام تطور الصيرفة الإسلامية في موريتانيا كما يقول الباحثون، مما يتطلب قطع خطوات على صعيد المنظومة القانونية لترسيخ هذه التجربة ومواكبتها بالضبط والترشيد. ومعنا في الاستديو للتعليق على هذا الموضوع خالد والمحمد الرئيس مركز المشورة للدراسات، أهلا وسهلا. توسع كبير في المجال المالي الإسلامي، هل هذه المؤسسات تراعي فعلا الضوابط الفقهية أم أنه التسويق والشعارات فقط؟ شكرا جزيلا، شكرا على الدعوة الكريمة، وشكرا أيضا على الاهتمام بالموضوع الذي هو ملح فعلا. للإجابة على السؤال، نحن لدينا عدد كبير من هذه المؤسسات انتشر خلال السنوات الأربع الماضية، لكن في غياب كما ورد في التقرير، لكن في غياب أي تأطير قانوني، وفي غياب أي تأطير قانوني لا توجد آلية واضحة للحكم على عمل هذه المؤسسات. بالتالي ما يوجد لدينا هو التزام المستثمرين في هذه المؤسسات والتزام القائمين عليها بتطبيق الشريعة، لكن لا توجد آلية للتأكد من تطبيقهم للشريعة الإسلامية فعلا. إذن حديث واسع عن أهمية التقنين، هل توصلتم لصياغة نهائية لمشروع القانون؟ نعم، الورشة خرج عنها مشروع مسودة أو مسودة ستقدم لكل الفاعلين والمعنيين في هذا المجال، مسودة إطار قانوني أو تأطير قانوني للبنوك الإسلامية في موريتانيا، مسودة تعترف بالمرجعية الشرعية لهذه البنوك، مسودة تعترف بمعاملات هذه البنوك وتحدد مجموعة من هذه المعاملات، مسودة تتحدث عن موضوع الرقابة الشرعية وتحدد مجموعة من الهيئات مكلفة بعمل هذه الرقابة. هذه المسودة أيضا تتيح للبنوك التقليدية التي تود التحول للصرف الإسلامية أن تتحول إلى هذه الصرفة، كذلك يمكنها أيضا فتح نوافذ وفق ضوابط شرعية. إذن الحجر الأساس في هذا الموضوع هو وجود تأطير قانوني. ما لم يكن هنالك تأطير قانوني لا يمكن أن نحكم على هذه التجربة أنها تجربة إسلامية. طيب، أبرز هذه الثغرات التي تحاول هذه المسودة أن تسدها؟ الثغرة الكبيرة هي عدم وجود إطار قانوني، هذا هو أكبر ثغرة. البنوك المرخصة حاليا هي بنوك مرخصة على أنها بنوك بغض النظر عن التزامها بالشريعة أم لا. البنك المركزي لا يلزمها بأي شيء في هذا الإطار، ما يوجد فقط هو التزام المستثمرين في هذه البنوك، وهو أمر لا يمكن أن نتحقق منه على أرض الواقع بدون وجود تأطير قانوني وبدون وجود هيئات مستقلة مهنية يمكنها أن تتأكد من هذا بشكل مهني وشفاف وواضح. إذن عند صياغة قانون جديد كيف ستواجه تعارض هذا القانون مع القانون الموريتاني، وأي مدارس الفقه ستكون أقرب إليكم؟ القانون لا يتعارض مع القانون الموريتاني، بل هو يحقق الانسجام الحقيقي في التشريع الموريتاني الذي ينص بدءا من الدستور على المرجعية الإسلامية لهذه الدولة، أيضا في قوانين الأخرى التي تنظم المعاملات مثل قانون الالتزامات والعقود. ورد أكثر من مرة النص على حرمة الربا وحرمة الغرر وحرمة كل المعاملات الأخرى غير المشروعة. أما فيما يخص المرجعية، أعتقد أن المرجعية المالية الإسلامية اليوم هي مرجعية للشريعة الإسلامية بشكل عام، ولا تلتزم بمذهب معين، لكن لا بد من الإشارة إلى أن أغلب الحلول المطبقة اليوم في مجال المالية الإسلامية هي حلول آتية نابعة من المذهب المالكي، وهذه أيضا وهذا يقرب أيضا الموضوع أكثر إلينا في هذه المنطقة وهذا البلد بالتحديد الذي يلتزم بهذا. هل هذا يعني أنه سيتم دمج عدة مذاهب؟ المالية الإسلامية اليوم هي مرجعيتها الشريعة الإسلامية، وكثير من القوانين حتى القانون الجنائي لدينا مرجعيته الشريعة الإسلامية بشكل عام دون التزام بمذهب معين. إذن الهيئات الشرعية التي ستقوم سيكون بإمكانها الاجتهاد بمرجعية شرعية عامة لا تلتزم بمذهب معين.
إذن لحد الساعة لا يزال الكثير من الناس لديه شك في مصداقية دعاوى إسلامية المعاملات، لأن البنوك التي تبنتها هي مؤسسات تجارية لا يلتزم أهلها بالقيم الإسلامية في حياتهم الفردية العادية. موضوع بالتأكيد موضوع التأكد من إسلامية البنوك كما قلت يحتاج لمنظومة قانونية ومنظومة رقابية مستقلة ومهنية حتى نتأكد منهم. لا يمكن أن نتأكد منهم في هذا الجو الذي لا يوجد فيه أي نوع من التأطير القانوني، أدنى حد من التأطير القانوني، لا يوجد أي شيء يؤطر هذا العمل، بل إن القوانين الموجودة. فما العمل في ظل غياب ذلك؟ العمل هو أن نصدر قانونا ينظم هذا العمل، وهذا ما يلح عليه انتظار صدور القانون. يلح عليه العاملون في انتظار صدور القانون. يحتاج القائمون على هذه على البنوك الإسلامية شفافية أكبر في معاملاتهم وتواصلا أكبر مع جمهورهم. نحتاج أيضا لهيئات شرعية فعالة، ونحتاج طبعا لا يمكن أن يتم الأمر دون صدور هذا القانون، لكن لا يمكن أن يتم الأمر كما نريد بدون صدور هذا القانون. نعم، إذن خالد المحمد رئيس مركز المشورة للدراسات، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. طالبت شخصيات في حراك المعلمين من أجل وطن يسع الجميع بالتوقف عن تسييس الحراك، مشددة على أن نضال المعلمين ذو طابع اجتماعي حقوقي ولا علاقة له بالسياسة. المزيد من التفاصيل نتابعه في التقرير التالي. الانقسامات والاتهامات باتت السمة البارزة في حراك المعلمين. الحراك الذي انبرى في السنوات الأخيرة محاكمة البنية التقليدية التي اعتبر أنها قابلت إحسان الصناع التقليديين بالنكران، مطالبا بإنصاف الشريحة المهمشة. الآن عندهم اللي خص به اللي هو الحوار، وهذا هو اللي عدلنا في قيادة حراك المعلمين، يجتمعوا ويشوفوا لنا لحقنا مرحلة يجب أن نلبوا آمال قواعدنا والمهتمين بقضية المعلمين، وهو لأننا نجلس مع المؤثرين في الشأن العام ونوصل لهم وثيقة المعلمين اللي صدرنا في رمضان الماضي، ونناقش معاهم رؤيتنا له ويسمعوا منا. وكان شعارنا اللي قلت لهم كان ذيك الساعة أنه أن تسمعوا منا خير من أن تسمعوا عنا. يكفي بعد ذلك من الإطلالات الإعلامية اللي قد تصلكم بالطريقة المطلوبة، ولا نجلس نحن معاكم ونناقش معاكم إذا عاد عندكم بعض الإشكاليات تسألوا عنها. وهذا خلق فعلا علينا موريتانيا لا قطبين، معارضه ومواله. يقال وجهنا لهم بعد نحن رسائلهم كاملين على حد سواء، معارضه ومواله. عناوين متعدده للحراك اتجهت يمينا ويسارا صوب المعارضه احيانا وصوب الحزب الحاكم احيانا اخرى. كل اختار لونه السياسي ما دام تعدد الراي لا يفسد للود قضيه، وان اثر على وحده النضال وانسجامه واظهره بمظهر يشكك في مصداقيته، لتحوله لملحقات حزبية للعناوين السياسية الكبرى في البلاد. نحن نختلف في المنهجيات، نتفق في المبادئ والأهداف، لنا كلنا له طريقته المتبعة. هنالك من يرى بأن النظام لا يمكن أن يحل هذه المشكلة أبدا، لأنه نظام بالنسبة لأكثرية من رأوا بأنهم يجب أن يتصلوا بالمعارضة عندهم رؤية بأن النظام إنه ما يقدر يحل هاي الإشكالية. إحنا العكس، إحنا نشوفه عنا يجب أن نحاول النظام، لأنه هو اللي بيده كل شيء، وبالتالي النظام هو اللي تعاطى معنا واعتبر أننا مظلومين ودب فينا سلسلة من التعيينات. وتبقى قضية المعلمين موضع إجماع حركاتهم المتفقة على المبدأ والمنقسمة في الوسائل وآليات وأولويات ورؤى العمل الميداني، الذي طرح القضية أول مرة غير أنه استعجل نضج الثمرة، متجاوزا للفعل النضالي وواقعا تحت تأثير سنة الانشطار والانقسام المميزة للبنى النضالية والسياسية في البلاد. عقدت قناة سيسبان 2 الأمريكية وضمن برنامجها بوك تي في المختص في مناقشة الكتب، عقدت جلسة لمناقشة كتاب يوميات غوانتنامو الصيحة التي فضحت السجان لمؤلفه المعتقل الموريتاني في سجن غوانتنامو المهندس محمد ورسلاحي. واستضافت القناة لمناقشة الكتاب المحاميتان عنول صلاحي هنا شامسي ونانسي هولاندر. التفاصيل في التقرير التالي. جلسة لمناقشة كتاب
يوميات غوانتانامو، الصيحة التي فضحت السجان ضمن برنامج بوك تي في المختص في مناقشة الكتب على قناة سي سبان 2 الأمريكية، وذلك بحضور المحاميتين هنا شامسي وأنسي أولاندر. الناشطتان في الدفاع عن المعتقل الموريتاني بسجن غوانتانامو حامل الرقم 760 محمد والصلاحي تحدثتا بإسهام عن شخصية الرجل المتماسكة رغم الظلم الذي مورس ضده، وعن الشعور بالحرج الذي أصاب فريق الدفاع قبل إخبار والصلاحي بوفاة والدته. بالرغم مما مورس في حقه من ظلم، فهو لا يزال يملك قلبا كبيرا قادرا على مسامحة الذين ظلموه. محمد الرجل الذي لم يفقد حس الفكاهة حتى بعد كل ما عاناه، إنه متعلق جدا بوالدته والعودة إليها، ولكم أن تدركوا كيف أنه كان من الصعب علينا إعلامه بوفاتها لعلمنا بقدر التأثر الذي سوف يصيبه. المحاميتان أطلقتا واسما ودعتا إلى التدوين عليه فري صلاحي، كما أبدتا أملهما في إطلاق سراح والصلاحي في أقرب وقت بعد 10 سنوات من متابعة قضيته والدفاع عنه. منذ 10 سنوات وأنا منهمك في هذه القضية، ولا أعتقد أنني أريد أن أستمر في ذلك لسنة أخرى. نحن في فريق الدفاع تلقينا تأكيدا من مصدر في الحكومة الموريتانية بأن محمد والصلاح وزميله الموريتاني مرحب بهما في أي لحظة في بلدهما بعد أن يطلق سراحهما. الكتاب الذي أصدره الصلاح من داخل زنزانته في معتقل غوانتانامو وتمت ترجمته إلى أكثر من 20 لغة بدأ يحقق صدى عالميا كبيرا ويدفع نحو مزيد من الحرج في أوساط النخبة الأمريكية، حيث استطاع كشف ألوان التعذيب الهمجي الذي يشرف نظام البيت الأبيض على ممارسته خلف تمثال الحرية. نظم المنتدى العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ندوة بنواكشوط حول مديح النبي الكريم شارك فيها عشرات الأدباء والشعراء، وقد ألقيت خلال الندوة 13 قصيدة بين الشعر الفصيح والشعبي، كما تم خلالها ختم القرآن الكريم. يا ليت شعري هل أزور محمدا لأظفر بالمامول دوما وأرشدا، وهل لي إلى أرض المدينة عودة، وهل لي من أنوارها أن أزود، وهل لي أن أسعى بها مترددا لأنظر ربعا للنبي ومسجدا. إلى خير الأنام من السلام سلام كالرحيق وكالمدام، إلى شمس البرية من معد شفيع الناس في يوم الزحام. فمدح المصطفى خير البرايا يسير إلى التقدم بالدوام، ومدح محمد طه المقفى وأبناء غطارفة كرام. كريم حي طاهر الثوب رحمة، ويعجز عن وصف الجناب كلام. هدانا إلى سبل النجاة، هدانا إلى سبل النجاة، ومهيع لنا عزة في نهجه ونظام. نكون به في الكون جسما إذا اشتكت عظام، تداعت في السقام عظام. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. قادة إدراب عمال شركة سنيم يؤكدون في مؤتمر صحفي بالزوارات أن الإدراب لن ينتهي ما لم تحقق الشركة كامل مطالبها. حراك المعلمين من أجل وطن يسع الجميع يدعو إلى الكف عن تسييس الحراك، ويؤكد طبع الاجتماعية والحقوقية لنضال الشريحة. وفي النشرة تابعتم أيضا البنوك الموريتانية تقدم في مجال انتشار المعاملات الإسلامية وتأخر على مستوى البنية القانونية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك والظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.